بعد لا أكدت العنوان متاع المنزل برشا مرات، قالوا لي لازمك تصلحي العنوان متاع المنزل، صلحته بتبيعة برشا مرات، والجمعة اللي فاتت تقبل العنوان وقالوا لي راو بعثنا لك الجواب، بعثنا لك الجواب عن طريق البريد. مشيت بالنسبة للبريد، هما بعثوهم الجمعة اللي فاتت، وأنا الجمعة اللي فاتت ما عنديش بذا باش نمشي نجيب الجواب. وقالوا في الرسالة اللي معناها الرسالة هذه تنجم توصل بعد جمعة جمعتين، كما تنجم توصل من بعد شهر. الحمد لله يا ربي، معناها في ظرف جمعة، الكل في الكل تقريبا ظرف جمعة، الجمعة اللي فاتت واليوم نهار ثلاث، مشيت عملت البارح، مشيت للبريد اللي تابعنا، مشيت وصيته، وقبل لا نمشيله اتبعت نسخة من الجواب متاع جوجل ادسونس، خرج من الانترنت كيفاش اتبع متاع جوجل ادسونس باش كيجي جواب ما يغلطش وما يقولش اذية، معناه يشوف الجواب اذية اول مرة وما يعرفوش يولي ينجم من شدي طايشو. انا شعملت هزيت نسخة شبه الجواب اذية بالضبط، خرج من الانترنت في ورقة كبيرة، وكتبت له العنوان زيدا متاع الدار، وقلت له كان تعمل مزية راو باش يجيني جواب باسم الفلان الفلاني بالعنوان التالي. أكدت عليه والحمد لله يا ربي اليوم وصلني جواب، لقيت الجواب محطوط تحت الباب، ما حطوش في البوستة، ما يمكن ما شافش البوستة، حطو تحت الباب به. ومازلت ما حليتش الجواب هذايا باش نحلو قدامكم انتوما ونشوفوه مع بعضنا على شنية يحتوي. انا نشوفه في الحروف، الحروف هذايا شنية مكتوب فيها، به مكتوب فيها ازل الحواف الجانبية اولا، حتى لهنا ازل الحواف الجانبية اولا، باهي من جهات أذام الزوز، الجهة هذه وجهة هذه، طيب باش نحو مع بعضنا. هاكا ديجا هي مقسمة لهنا، كانت تشوف هايك مقسمة، وانتي باش تنحي من هنا هاي. شنو باش نلقاو فيه جواب من داخل؟ باش نلقاو فيها الكود اللي باش نحطوه في الجوجل ادسونس، نحلو مع بعضنا الجواب ونشوفو شنية على شنية يحتوي. هذايا الجواب نحلوه طو مع بعضنا، باهي من الجهات هذاما، بسم الله باش نحلو قدامكم، بسم الله باهي. هذايا الجهة الأولانية نحيناها، نحلو زادا الجهة الثانية هاكا، ديجا يزي كي حلينا الجهة الأولانية نشوفو على شنية يحتوي الجواب نتاعنا. انا حلينا الجهة هذي هايكا هايكا لهنا في الجهة هذي، باش نلقاو مكتوبة رقم التعريف الشخصي اللي تنقلو وتكتبو في جوجل ادسونس، تكتبو في البقعة المخصصة للرقم التعريف الشخصي. ونكملو نحلو الجهة الثانية، ونحلو زادا الجهة هذي وهكا نظهرنا بالبداية الكارد اللي باش نحطوه في جوجل ادسونس، طو ولا محلول من جهتين. هكا الجهة هذي جوجل ادسونس، الجهة المطبوعة هذي باش نلقاو فيها شنو؟ باش نلقاو فيها الرقم التعريف الشخصي، تبدأ مطبوعة من داخل محطوطة هكا
رقم التعريف الشخصي يتكون من 6 أرقام، تشد تنقلهم وتحطهم في جوجل أدسونس باش تولي تاخذ الدفعات متاعك. هذا هو المحتوى متاع رقم التعريف الشخصي لحساب جوجل أدسونس. باهي، هاكا كل شيء واضح. ورقم تعريف الشخصي يتكون من 6 أرقام محطوطين لهنا وين مغطية بالورقة. أنا باش نوريكم كيفاش ندخلوا الكود، وريتكم الجواب وكيفاش حليناه ولقينا الرقم التعريف الشخصي. تو دخلنا على الجوجل ادسنس باش نوريكم كيفاش ندخلوا ننزلوا على التحقق لهنا، تحقق من عنوان بحاجة الى اهتمام. لهنا اثبات الهوية هيك مكتملة. تو شنية المطلوب مني؟ اني ندخل رقم تعريف الشخصي اللي بعثوهولي عن طريق العنوان اللي اعطيتهولهم به. طو الرقم التعريف الشخصي اللي موجود في الجواب نكتبوه لهنا اللي هو يتكون من 6 أرقام، نكتبه من بعد أتا نوريكم كيفاش باش تصير الإجراءات. نزلت معناها إرسال، هاكا التحقق من العنوان مكتملة والتحقق من الهوية مكتملة. وقتاش يكتب لك التحقق من العنوان مكتملة؟ كي تبعث الرقم التعريف الشخصي، ما بالطبيعة هما بعثوهولك عن طريق العنوان متاعك وما يتأكدوا اللي عنوانك صحيح إلا لما يوصلك الجواب. انا وصلني وحطيت لهم الكود، او قالوا لي التحقق من العنوان مكتمله، معناها باش امورك تبقى واضحه وتوصلك معناها الدفعات متاعك وامورك تبقى واضحه على العنوان متاعك من غير لا تخاف لا حتى شيء. مالا باش يوصلك في اقرب وقت قم بنفس التمشي اللي قمت بيه.